أهلا بكم مجددا. سمحتك أقرأ بعض التعليقات التي تقول يعني أنه لا صفة داخل الطائفة الشيعية اليوم لكم، والبعض يعني يتحدث عن أنه المعارضة الشيعية انتهت. هل فعلا يعني تعتبرون أنكم أخطأتم بهذا الخيار، كون اليوم الفرز هو مذهبي واضح ويعني هوامش قليلة ممكن التحدث عنها بعد لدى المواطن اللبناني غير المذهبي، ولكن الأكثرية أصبحت في اصطفاف مذهبي كبير، وهذا حال كل الطوائف ليس فقط الطائفة الشيعية الكريمة؟ يعني نحن طبعا لا نهتم بمسألة الوصف والصفة التي يمكن أن يمتلكها الإنسان. لو كان لدينا اهتمام بالصفة يمكن كنا في مكان آخر وفي موقع آخر، ولكن نحن كنا دائما نعتبر هذه الصفات وهذه المواقع هي من أجل يعني خدمة المشروع الوطني الجامع الذي يبني لنا دولة المؤسسات والقانون، والذي يبعدنا عن الفرز المذهبي والطائفي. ونعتقد أن يعني المعارضة الشيعية والرأي الآخر داخل الطائفة الشيعية هو في حالة تنامي يعني وتكاثر، وإن كان طبعا لا يمتلك المقومات التي تجعله يعني حاضرا ومؤثرا وفاعلا، لأنه لا تزال الساحة الشيعية مهيمنا عليها من قبل الرأي الأحادي الذي يعني يمثله الثنائي الشيعي المتمثل بحزب الله وبحركة أمل، ويرفضون الرأي الآخر رغم الحديث طبعا يعني عند بعضهم عن النسبية وعن الرأي الآخر، وأنهم يقبلون بالرأي الآخر ويريدون أن يفسحوا له في المجال. لكن هذه الممارسات الموجودة على الأرض لا تزال طبعا تكشف عن أنهم لا يقبلون بالاستماع إلى الرأي الآخر فضلا عن حضوره في ساحاتهم. ولكن سمحتك نرى أن هنالك يعني معارضة شيعية نخبوية، ولا يوجد معارضة شعبية، أو على الأقل لم تترجم لا بحراك منظم واضح. حتى الحراك الشعبي نراه أنه عند بعض الرموز وبعض الشخصيات مثل السيد حسن نصر الله يتوقفون، يعني هنالك إما مهابة إما احترام كبير من قبل حراك معروف انتمائه الديني والمذهبي. فيعني أين تنمو هذه المعارضة في حال لم تكن تنمو ضمن حراك مثل هذا النوع؟ هذا يعني قلنا بأن هناك هيمنة طبعا هي الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها لم تتمكن أن تقف في وجه هذا الثنائي عند اجتياح بيروت مثلا في سبعة أيار، ولا تزال هي مهيمنة على قرار الدولة. يعني حزب الله يخالف الدولة اللبنانية كلها بحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة، أعلنت عن عدم يعني عن الحياد في الأزمة السورية وأنها لا ترضى بالتدخل في سوريا. طب حزب الله هو يتدخل في سوريا ومتدخل وموجود في الحكومة، ولا يمكن للحكومة بكل إمكاناتها أن تمنعه. تريدين الآن من الطائفة الشيعية أن تقف في وجه حزب الله يعني أو المعارضة الشيعية؟ هو لا يسمح للدولة اللبنانية أن تعارضه. طب بس ألا يعني ذلك أنه كأنه هنالك استفراد لشخصيات مثلكم وتدفعون ثمن هذا الموقف؟ البعض ربما أنه هنالك أيضا تخلي نوعا ما عن مواقع معينة كانت لكم ولغيركم كون أنتم من المعارضة ولستم من الموالين للأقوى. أتكلم عن نفسي، نحن ندفع هذا الثمن راضين به لأنه ينسجم مع قناعاتنا ومبدأنا بأننا لا يمكن أن ننحاز إلى منطق المذهب والطائفة في وطن العيش المشترك وفي السعي إلى بناء دولة المؤسسات والقانون. نحن لبنانيون قبل أن نكون من هذا المذهب أو من تلك الطائفة،
ونعمل على هذا الأساس. الدولة اللبنانية لم تحتضن هذا الرأي المعارض يعني منذ وجودي ليس الآن، لكن مع ذلك نحن سوف نبقى مستمرين في يعني ما يمليها في الضمير في هذا الدور، ونعتقد بأن هناك يعني كما قلت تكاثرا في أنصار هذا الرأي في الطائفة الشيعية. هل ترون تراجعا في الدور الإيراني حاليا مع الدخول الروسي في سوريا، أم دعامة إضافية لهذا الدور؟ أنا أعتقد أن يعني الدخول الروسي أصبحت الساحة السورية ساحة الكبار، لم تعد ساحة لإيران ولا لحزب الله ولا لغيرهما، فلذلك وهذا يكشف عن تراجع دور إيران، لأنه لو كان دور إيران يعني مؤثرا وفاعلا في العراق لما جاء التحالف الدولي، وأيضا لو كان فاعلا ومؤثرا في سوريا لما جاء الدور الروسي الآن. فمن هناك تراجع طبعا للنفوذ الإيراني في يعني في سوريا وفي غيره. ولكن من سيقاتل على الأرض؟ يعني أنت دعيت حزب الله للخروج من سوريا الآن، في حين أن الحاجة أكبر لقوات برية فلنقل، لأن الروس يدعون أنهم جاءوا من أجل أن يعني تؤدي النتيجة إلى حل سياسي. الحل السياسي نحن نعتقد أنه لا بد من وصول المعارضة بعد وصول النظام إلى عدم إمكان الحسم العسكري. أعتقد أن النظام السوري وصل في نهاية المطاف إلى هذه القناعة. الآن المعارضة السورية هي في طريقها للاقتناع بأنه لا يوجد حسم عسكري لها على النظام، فلذلك وجدنا الرئيس السوري اليوم كان في روسيا، أعتقد في الفترة القادمة ستكون المعارضة السورية أيضا في روسيا، وسيبتدئ هناك يعني بدأ الحل السياسي يعني برأيك. طبعا بدأ حل سياسي، لأنه لقناعة الطرفين بعدم إمكان الحسم العسكري، ومن هنا إذن حزب الله فلينسحب، لأنه ما دام لم يعد هناك معركة عسكرية هذه فرصة له من أجل أن ينسحب ويخفف الاحتقانات المذهبية المتصاعدة في المنطقة. ماذا عن الصراع الإيراني السعودي، خاصة الإيراني العربي والأكثر حدة ربما يكون الصراع الإيراني السعودي في هذه الفترة، في حال دخلنا في مرحلة الحسم أو مرحلة الحل، لماذا نرى أن على العكس الصراع يستعر أكثر وأكثر؟ يعني الصراع الإيراني والسعودي صراع يعني يجب أيضا أن يوضع له حد، لأنه لا يمكن لهذه المنطقة، خصوصا أن كلا الفريقين يدعي بأنه يريد أن يعني يحدث تغييرا وتبديلا نحو الأفضل والأحسن، ولا يمكن من خلال هذا التصعيد ضد المملكة العربية السعودية من قبل إيران أو من قبل حزب الله كما سمعت، يعني حول استغلال قضية مسألة الحجيج في منى رحمهم الله جميعا الذين قضوا ومن الله على المصابين بالشفاء والعافية، كل من يذهب لأداء مناسك الحج يرى التحسين المتواصل في المشاعر من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة لأداء هذه العبادة. طبعا تحصل هناك أخطاء، لكن لا يمكن أن نحمل هذه الأخطاء لنفس النظام، خصوصا أن نفس وزير الصحة الإيراني أعلم بأن النظام السعودي لم يتعمد هذه الحادثة وقعت. ربما هذه يجب أن تؤدي إلى مزيد من الدراسات للمستقبل من أجل تجنب مثل هذه الأحداث، لكن التوظيف السياسي التوظيف السياسي نشأ من خلال مناخ الصراع الموجود، أصبح هناك نكد سياسي، والنكد السياسي يخفي الإيجابيات ويصنع السلبيات، ولذلك المطلوب أنا باعتقادي يعني من إيران التي تريد أن يعني تحدث صفحة جديدة في المنطقة بعد الاتفاق النووي، أن تعود إلى الحظيرة الدولية من خلال العلاقات المتبادلة بينها وبين محيطها.
يعني أنا أتعجب الآن هذه الدماء التي تسيل من فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن، ألا تستوجب من هذه القيادات الإسلامية الكبيرة من إيران من السعودية من مؤتمر الدول الإسلامية إلى دعوة عاجلة من أجل أن يجتمعوا لأجل وضع الحلول لهذه الأزمات التي تهدد أمتنا ومنطقتنا بالانفجار الكبير؟ ومرة قلت بأنني لو كنت مكان السيد خامنئي لبست ثوبي الإحرام وجئت إلى مكة معتمرا رافعا القرآن وطالبا المسلمين تعالوا إلى كتاب الله من أجل أن نجتمع ونحل هذه المشاكل. ولكن إيران تدعو إلى الوحدة الإسلامية يعني بشكل دائم ومضطرد، إلا أننا نرى تباعد أكثر وأكثر للأسف. نريد أن نضع حدا لكل هذه الأزمات التي تحيط بمنطقتنا وتؤدي إلى أفجح الخسائر حتى في إيران ستنقلب. هذا الصراع سيصل إلى إيران أيضا، ولذلك على إيران أن تقدم خطوة من أجل وضع يعني الحلول ومن أجل الدخول في حوار جدي مع المملكة العربية السعودية ومع دول. الصراع السني الشيعي إلى أين برأيكم؟ الصراع السني الشيعي مسؤولية الآن يعني تنفيس هذا الاحتقان وإخراجه من دائرة الوصول إلى حافة الانفجار هو مسؤولية على إيران والمملكة العربية السعودية، ولذلك يجب أن يكون هناك سعي من أجل تخفيض هذه اللغة في يعني المتبادلة التي نسمعها. رغم الدخول الإيراني في دول عربية مختلفة يعني وتدخل عسكري مباشر في دول عربية أكثر من 5 دول، هنالك اعتراف باحتلالها 4 عواصم عربية أو بتواجد 4 عواصم عربية من النظام الإيراني بحد ذاته. بعض هذا أيضا جزء من النكد السياسي، يعني الذي يريد أن يضفي وكأن إيران هي سبب كل المشاكل. لا، ليست هي السبب. المطلوب من إيران طبعا أن تخطو خطوة باتجاه يعني المملكة العربية السعودية وباتجاه دول الخليج من أجل وضع حد لاستغلال هذا الصراع المذهبي الذي لن يقف عند حدود العراق أو سوريا أو بل سيصل إلى إيران وغيرها أيضا وإلى الأمة جمعاء. للأسف الوقت المحدد لنا انتهى، شكرا لسماحتكم على هذه الفرصة، ونعود من هذه المسائل المهمة والكبيرة وأوضاع الأمة العربية وأوضاع العرب لنتحدث عن المشكلة اللبنانية المتمثلة بالنفايات. أنا بشكرك سماحتك، سننتقل معكم إلى تقرير مشاهدينا حول مكب أسرار العشوائي كيف سيتحول إلى مطمر صحي. بعد هذا التقرير سنكون أيضا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة سيغريد كاك واللقاء معها في المناسبة في الذكرى 70 لتأسيس الأمم المتحدة، تحدثت عن السياسة اللبنانية كيف ترسم السياسة الدولية تجاه لبنان، ما هو الرأي الدولي حول الفراغ الرئاسي وغيرها من المواضيع. تابعونا، شكرا مجددا لك وشكرا لكم، أنا أراكم الأسبوع المقبل لكم. إلى اللقاء. نحن كمان ما بدنا مزبلة بعكار. هذا كان رد وزيري الزراعة والداخلية أكرم شهيب ونهاد المشنوق وأهل الاختصاص على هواجس أهل عكار الذين يتخوفون من تحويل مكب أسرار العشوائي إلى مطمر صحي بمواصفات. في اللقاء الذي جمع المشنوق وشهيب نواب عكار وفعالياتها وهيئاتها المدنية وجمعياتها البيئية في لبيال، جرى شرح مفصل تقني وفني للخطة، سيما ما يتعلق منها بتحويل مكب أسرار إلى مطمر صحي بعد توسيع رقعته تولاه أعضاء اللجنة المختصين. أول شيء طلعنا على الموقع، قلنا أنه هيدا الموقع من ناحية المساحة موقع واسع، مثلا ممكن يتوفر فيه حوالي 200 هكتار للعمل. هلا أكيد ما عم يشتغل لأكثر من 10 أو 15 ماكسيموم 20، إنما الموقع واسع يعني بيقدر جزء منه يكون موقع العمل. أهم شيء بموضوع المطامة وموضوع النفايات هي موضوع القصارى وموضوع الغازات خاصة منها. بلشنا أول شيء نطلع على القصارى، نحط السفينة رح تنزل بجوف الأرض أو ما رح تنزل بجوف الأرض، رح تمشي مع المياه السطحية أو ما رح تمشي مع المياه السطحية.
هذا الشرح البيئي المفصل ترافق بتشديد على أنه لا أحد يلقي على عكار أكثر من حملها، ولن تكون الأولى في بدء تنفيذ الخطة، مع تأكيد أن خبراء من الأمم المتحدة سيشرفون على حسن سير العمل وتطبيق الخطة بسبب أزمة الثقة القائمة بالدولة والجهات الحكومية والشركات المحلية. ولكن اللي مطلوب حتى الآن 4 نقاط، مش 14 ولا 10 ولا 12. المطلوب هو الصيدة والبقاع وبرج حمود وسراء، الأربع مناطق. وبالتالي ما حدا عم يبني على عكار أكثر من حملة. إحنا زمان بنشتغل على المركزية الإدارية، وإحنا زمان بنشتغل على الماء المتوازن، هذا الشيء ما فينا ننكره. نحن مع كل الأقل 100% أصلا قرينا وفتنا وطلعنا وعرفنا كل هذه المواضيع، وثلاث أرباع الموجودين كانوا جماعة البرلمان وعرفوا كل هذه المواضيع قبل مستقر. نحن مع إنها تتنفذ، مش تتنفذ بمحافظة أو اثنين أو ثلاثة، تتنفذ بكل المحافظات، بينشغل على كل المحافظات، ونحن كمان وبقى عندنا ثقة بالدولة. أولا في شراكة، وصلت لمركزية الحل يبدأ بشكل فوري إذا كانت المنطقة محضرة لأن تبدأ بكرة، تبدأ حد الأبعد 6 أشهر الخطة هي. يعني استعمال هذا المطمر بهذا المقياس من الكميات اللي بتروح من بيروت وغيره من المطامر هي 6 أشهر بحد الأبعد. ليش؟ تكون البلديات أخذت مصريات، أخذت حقوقها، ألغيت ديونها. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كانت بزيارتي من أسبوع، مدام سيجريت كاج، وأبلغتني رسالة من الأمين العام بأنه هن مستعدين يبعثوا خبراء للإشراف مباشرة على تنفيذ هذا المطمر الصحي أو أي مطمر آخر يعني ناويين ينعمل بلبنان. وأيضا الاتحاد الأوروبي عمليا عنده فلوس موجودة بوزارة التنمية الإدارية لمعمل المعالجة، ورح يتم بإشراف الاتحاد الأوروبي. فما في جهة محلية ولا في جهة، مع أنه أنا وزير بالحكومة بس بفهم أزمة الثقة اللي عم نعيشها هلا، ما في جهة لا حكومية محلية ولا حتى شركات رح تقوم بالإشراف على هذين المشروعين. الأول هو المطمر والثاني هو معمل المعالج. وشرح عدد من أعضاء اللجنة أهمية الخطة وآليات عملها، فأشاروا إلى أن النفايات اليوم ترمى عشوائيا في مكب السرار وتغطى بالتراب، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اندلاع الحرائق وتلوث المياه السطحية والجوفية وتشويه المنظر العام وانبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقوارض والزواحف وتحقين الغازات وانفجارها، مرورا بما يسببه من تسمم غذائي وانتشار الأمراض التنفسية والجلدية والطفيليات. وتحدث الخبراء عن إمكانية توليد الطاقة من الغاز المنبعث وتوزيعها مجانا على المنطقة المجاورة للمطمر، ما يخلق فرص عمل ويحقق معالجة سليمة، مستشهدين بمعمل صيدا الذي أزاح عن المدينة وأهلها وطأة جبل النفايات الذي قبع لسنوات.